أما الآن فموعدكم مع اسم معروف في عالم العبايات، نوران عباية أنشيلا is the symbol of uniqueness. Each of our products is exclusively made in the United Arab Emirates. And we are proud to say that every single abaya is the result of the expert hands of those who have designed and embroidered and tailored them with care and passion, using very special materials collected from different civilizations and combined together to create sophisticated and trendy collections targeting the Arab ladies who are constantly looking for novelty. نوران للعباية والشيلة هو رمز الفرادة. صممت مجموعاتنا الكاملة ونفذت خصيصاً لزبائننا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونقولها بفخر واعتزاز. كل تصميم من تصاميمنا هو ما تنتجه الأيادي المحترفة التي صممت وطرزت كل قطعة باهتمام وشغف كبير، وذلك باستخدام أقمشة وإكسسوارات فريدة ومتميزة تم استخدامها من البلاد المختلفة والعمل عليها بدقة وحرفية لخلق تشكيلة أنيقة ومعاصرة تليق بالنساء العربيات الباحثات دوماً عن التفرد والتميز. ومؤخراً سيتم افتتاح فروع جديدة في أبوظبي ودبي مول وجميع دول الخليج العربي. إذن طبعاً حضورنا الكرام، سنترككم مع المجموعة الأخيرة من عبايات نوران. Thank you.
حضورنا الكرام، سيداتي وسادتي، كنتم مع نوران عباية. Gentlemen, ladies and gentlemen, you've just seen the latest collection by نوران عباية. كوليكشن العيد، وان شاء الله الالوان اللي اخترنا فيها الوان اللي فاتحه عشان ايام العيد اكثر شيء يلبسون الوان فاتحه. وفروعنا ان شاء الله عندنا فروع في ابو ظبي ودبي، وان شاء الله قريب نفتح فروع في جميع دول الخليج.
وان شاء الله بعد نحاول نشارك في الازياء الثانيه، وان شاء الله الزباين والناس حبوا عباياتنا وكولكشن تبعنا.